السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع مهم، وهو ملي كنبغيو نشريو اون فواتور دوكازيون، شي طوموبيل مستعمله، كنفيريفي واش ما عليهاش شي اوبوزيسيون، واش يكون عندها شي كريدي ولا مولا عنده شي مشاكل مع السلطات ولا شي كريدي. دونك كندخلوا لهذا لو سيت هذا كيف ما كتشوفوا، هو اللي كيعطينا المعلومات. كاين واحد المعلومات اللي كنسجلوها هي رقم ديال بلاكا ديال السياره، وكندخلوا واحد المعلومات وكيعطينا كيف ما كتلاحظوا واش عليها اوبوزيسيون ولا ما عليهاش اوبوزيسيون. هذا لو سيت هو www.siyaqacard.ma/opub. كيف ما كتشوفوا دابا ها هو لو سيت. دونك هذا لو سيت كيف ما كنشوفوا كيعطينا نيميرو دي ماتريكولاسيون، وباش نديروا لا ريشيرش نشوفوا. دونك غادي ندخلوا واحد النمره ديال لا بلاك. هيا كندخلوا هاد لو كود دو فيريفيكاسيون. دونك كيف ما كتلاحظوا هاد لا بلاك دي ماتريكولاسيون ديال واحد السياره، لو فيكول ني با اون اوبوزيسيون، يعني ما عليه حتى شي اوبوزيسيون. كيف ما شفنا هاد السياره هادي ما عليهاش اوبوزيسيون، ولكن غادي نقلبوا الطوموبيل وحده اخرى وغادي نشوفوا واش عندها اوبوزيسيون ولا ما عندهاش. فكيف ما كتشوفوا هاد لا فواتور عليها اوبوزيسيون، يعني اما عندها اون اوبوزيسيون من عند المالك ديالها، ولا عندها elle est sous crédit، donc خصو ولا بدا لا مان ليفي باش يمكن له يبيعها. كنتمنى بان هذه المعلومه تكون فاتكم. نتلاقاو في حلقه مقبله ان شاء الله، والى اللقاء. السلام عليكم.